هذه القصة تبدأ بآدم عليه السلام وحواء اللي سمعوا الإبليس قبل سابق مولانا فيهم ما طاعوا، وخسرت العلاقة بين الناس ومولانا. هما يدين اللي عرفوا الذنب والموت اللي نتجوها، حاولوا يجحدوا روسهم بوراق صدر اياك يديروا على عورتهم. يا قير مولانا ما هو راضي على ديرانهم على عورتهم، ولبسهم الباس معدلوا من الجل. الله تعالى هو الاول ضحى ذبيحة اياك يلبس ستر اياك يلبس عورتهم. ادم عليه السلام وحواء خلقوا لهم طفلين قابيلة وهابيلة. قابيلة قدم لله من زرع الأرض، يقير هابيلة قدم له ذبيحة معناها تضحية بدم الخروف. فلاش قبل مولانا تضحية هابيلة، يقير رفض ذيك اللي قدم قابيلة به اللي الذنب بسبب الموت، وهو اللي يفرقنا من مولانا ويكفر عنا لا بالتضحية. ومن التالي اقتل قابيلة أخوه هابيلة به اللي حسن، ومشى ياسر من الناس في الطريق الظلمة. عقب ذاك مئات السنوات خسرت الدنيا كاملة، إلين قال مولانا عن ما خالق حد يستحق الحياة يكون النبي نوح عليه السلام هو وأهله. مولانا عيط النوح عليه السلام وقال له يبني قارب كبير ويقول للناس الحق اليوم قضاء مولانا اللي دور السلك رئيس لك راسه يجبر رحمة مولانا عنده إلا فرصة واحدة هي القارب. ضحكوا في النبي نوح عليه السلام إلين جات السحاب من السماء وطلع الماء من تحت للتراب، والناس ما هي جاهزة، ماتت الناس والحيوانات في الطوفان، وخسرت الدنيا بها ذنوبها. سلك الله نبي نوح عليه السلام وهلو والحيوانات اللي جابهم مولانا بالقارب. ورا ذاك جاء النبي إبراهيم عليه السلام المعروف ببو الإيمان، قالوا مولانا أنه يقبل ولو ويذبحوا فوق الكدية. النبي إبراهيم عليه السلام قدرته ذي الوصية، يقير عقب اقبل طاعة مولانا وقد إيمانه يفعله ومشى ولو شور الكدية قدمت مولاي. عند منين كان إبراهيم عليه السلام يذبح ولو، وقفوا مولانا ورزقوا بكبش بل ولو، وبدل ولو بذاك الكبش وفداه، وبدل دمه بدم ولو وحياته بالكبش. عقب ذاك ب400 سنة مشى مولانا النبي موسى عليه السلام إياك يمرق بني إسرائيل من مصر. ملك مصر ينقال له فرعون ما قبل وخبطوا مولانا بعشر بلايا. البلاية التالية مشى مولانا ملاك الموت يقتل كل بكر من بكار الدار، يكون حد كامل يذبح خروف ويدير دمه على حاشة ذم الدار. إلى شاف الملاك الدم عرف عن البكر فأذكر بداته ذبيحة. كل شخص سواء يهودي سواء مصري سواء عبد سواء سيد لا تابعوا وصية مولانا اسلك بكرهم هم إلا وإلا. ذيك الليلة كل شيء خلق كيف قال موسى عليه السلام، وحد كامل رفض رحمة مولانا بذبيحة بقى حتى مصر كاملة. ورا ذاك أعطى موسى عليه السلام التوراة اللي فيه طريق اللي يستروا بيها الناس ذنوبهم. قدم المذنب الكبش تضحية للرئيس بيت العبادة ودار عليه يديه بذي الوساطة، أطرح عليه ذنوبه وسترته، ذبح الكبش وسال دمه وستر عنه ذنوبه. الملك داود عليه السلام والأنبياء الآخرين عليهم السلام تابعوا توراته اللي أعطاهم موسى عليه السلام، يقير ما فهموا باسم حالة يدم الكبش يقد يستر ذنوب الرقاش أنه لاهي رمز من المستقبل. النبي داود عليه السلام تنبأ عن حد لاهي يجي يعود الملك المسيح، لاهي يعود من سلالة الملك داود عليه السلام، ولاهي يسلط بالقوة. أملأ نادم متواضع ما ياسر عنه الشفقة. هذا المسيح لا يعود بلا ذنب والتام وبلا عيب،
وبريء ولا يتألم ويموت ويعود تضحية مقبولة، لا يعود تضحية كبيرة مع ما بعد التضحية. عيسى ابن مريم عليه السلام خلق في المراح به اللي ما أجبر بليدة أخرى. أمه عليه السلام كانت عزبة وهو بنفسه طاهر، هو من سلالة الملك داود عليه السلام، ومع ذلك هو فقير وما عنده شيء. عيان الفقراء والمجوس الأغنياء من شارك جو يقدر الطفل ويشهدوا أنه هو اللي كان لا يجي معناه المسيح اللي وعد به كتب بعده به الكتب اللي النبي الأنبياء عليه السلام. عيسى ابن مريم عليه السلام تكلم عن المحبة والحق والسلام والتواضع، كان مميز متواضع وعالم كبير، وبقاوه المنافقين اللي هم عندهم تقاليد من محبة الله، يقير بقاوه الضعيفين والمتواضعين والتائبين والمذنبين، صفات الطرش والأعمى والمعاقين والمجانين والبكم وحي الموتى. كان بلا دار ويمشي يقري الناس من بلد لبلد، وكان يعطيهم ذول اللي يبقوا مولانا يعيشوا حياة كاملة. عيسى بن مريم عليه السلام سمى مولانا بو، ونعت للناس عنه مولانا القدير يبقي رقاش كيف ما يبقي البولو. مولانا كان يبقي عن العلاقة بينه وبين الناس تعود كيف العلاقة بين البو وأولاده، يقير كانت فيها مشكلة بها اللي الناس ما زالت بذنوبها، يقير مولانا قدوس ذنب رقاش اللي بدأ بها دان عليه السلام فرق الناس من خالقها، يقير المسيح عرف ذي اللي يا الله يعدل إياك يرجع. يحيى بن زكريا عليه السلام تنبأ عن عيسى بن مريم عليه السلام وقال شوفوا هذا هو الخروف مولانا اللي يقلع ذنوب العالم. عيسى بن مريم عليه السلام هو المسيح المختار، هو الله اللي لا يعود تضحية كبيرة، هو ما قط أخطأ، ولذا كان قدوس وطاهر وتام وقادر على يخلص الدم. البريء قبل المجرم والقدوس قبل المذنب. ذا اللي عدلوا البوب وخاص الذنب، بياك يتلصم من عبودية الذنب ويردهم لذاك المكان اللي قد آدم عليه السلام، معناه العلاقة تامة مع مولانا. مات عيسى بن مريم عليه السلام على الصليب، ما هو سبب اليهود ولا الرمان يقير بيد مولانا بوه. مولانا اذبح عيسى من ابن مريم عليه السلام اياك يكمل ذاك اللي كتبوه الانبياء عليه السلام، انه لا يعود تضحية مولانا اللي يقلع ذنوب العالم ذنوبي وانا وذنوبك انت. يقير ما هو واقف فهم. عقب ذاك بثلاث ايام قام مولانا عيسى المسيح من الموت، وهذا معناه عن الوعد عن ذا اللي يؤمن به لا يعود في الحياة الأبدية. عقب ذا وعد عيسى المسيح تلاميذه بأنه لا يرجع مرة أخرى، يقير هذه المرة لا يعود هو القاضي والملك، إياك ما يموتوا ذنوبهم ويبعدوا عن مولانا، يقير إلهي كل تضحية عيسى يدوروا يرجعوا العلاقة التامة مع مولانا، يقير هدية ما هي لا تعود لك إلى ما قبلتها.